هلو، تحتاج مساعدة؟ أنا بدور على ويليام. هل أنت ويليام؟ وصلت، أنا الشخص اللي تدور عليه. إيش اللي تعرفه عن هذا البيت؟ اترك هذا البيت بسرعة. أنت سكنت فيه؟ أقول لك اهرب، اترك البيت، انجب حياتك. أنا حاليا أسكن فيه. البيت كله شر، دم، جن. شوف البيت عندك اللي سوى هذا فيني. ممكن تقول لي أي شيء عن هذا البيت؟ دقيقة، أنت ما سمعت اللي قلته لك؟ خف رجلك واهرب. حاجات غريبة بتحصل في البيت هذا، شفت أشياء، سمعت أصوات غريبة، وابني الوحيد أعتقد أنه ممسوس. هل البيت هذا مسكون؟ لا، كل اللي قلته طبيعي، الحاجات هذه بتحصل في أي بيت عادي يعني. إيش في عقلك؟ أكيد مسكون. طيب إيش تقترح علي أسوي؟ تحزم، تحزم وقوم ارقص. إيش تسوي يعني؟ هرب وترك البيت. ما أقدر أترك البيت عشان الحبكة، الجن تلاحق البشر في أفلام الرعب هذه الأيام، وعشان الحبكة ضروري أجلس في البيت وقاتل الجن، لأنه هكذا بيعملوا أفلام الرعب هذه الأيام. أوكي خلاص، خلي الجن تلبس ابنك. أقول لك خليه يموت وتركه، أصلا يمكن يكبر ويصير يرقص بالتيك توك، ما تدري يمكن هذه بتكون خدمة له. إيش السنة اللي بنوا فيها البيت؟ وات؟ وأنا إيش عرفني؟ هل البيت هذا علاقة بهذا الشخص؟ ها؟ حبيبي هذه صورة غاندي. ليش في ناس تحب تس؟ وات؟ ليش عمرو خالد دائما يبكي؟ برو إيش دخل هذا بأم الموضوع؟ الآن عرفت إيش راح أسوي، شكرا. What the fuck? Hey, yo!